عزام، أنا اللي شكلني صديقة جميلة من زاوية أرضها. صديقتنا الجميلة رغم بدر سقايا الاتنين بالكامل، بتخرج إلى أحد المتاجر الكبيرة للشراء بعض مستلزماتها، وعلى كرسيها المتحرك بتعيش حياتها، حياة سعيدة رغم كل التحديات اللي بتمر بيها. قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى عقدها. صديقتنا الجميلة نموذج جميل وطاقة إيجابية رغم بدر سقايا الاتنين، متعرفش اليأس ورا الانكسار، بتواجه الإعاقة بكل شجاعة وإصرار.